وللمزيد مشاهدينا ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. دكتور عصام ارحب بك على شاشه القناه الاولى المصريه. كيف رصدتم، كيف تابعتم هذا الاقبال الذي اعلن عنه المستشار احمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات، اذ قال ان نسب التصويت في اليوم او في الساعات الاولى من اليوم الثاني تجاوزت نسبه 45%. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك سامعني كده، انا سعيد جدا بالاقبال المواطنين. وخلينا اقول لحضرتك احنا لو النسبه دي انا شايف ان لها مؤشر ولها دلاله ودلاله مبشره الحقيقه، لانه 45% احنا بنتكلم تقريبا في 30 مليون وكسر. ولو نرجع بالذاكره حضرتك في 30/6 كان في 30 مليون مصري موجودين. صحيح. فطبعا احنا بنقول ان المصريين دايما في التحدي شعب عظيم، شعب مارد، شعب قوي، بيثبت للعالم كله انه بيقف امام جميع التحديات وبيكسر كل التوقعات. هي مقاربة ذكية يعني دكتور عصام. نعم يا فندم. مقاربة ذكية يعني. الله يخليك، ما نحرمش، لكن اصل احنا متابعين الموضوع ده عن كثب، وانا عايز اقول ده شيء مبشر جدا ومبشر بالمستقبل كمان. الحقيقه الخروج، انا مش هتكلم فقط حضرتك عن ان احنا عدينا كده ال 30 مليون طبعا، والنهارده اليوم الثاني. خلينا اقول لحضرتك احنا كحزب، لانه احنا مرينا بدي رابع انتخابات رئاسيه الحزب يكون متواجد فيها منذ نشأته. الحقيقة دايما في عرف الانتخابات، حتى من خلال الحزب عندنا بنتابع حتى الانتخابات الرئاسية في العالم الخارجي كله. مصر دوما في الثلاث أيام بيبقى الكثافة، أول يوم في كثافة عالية، ثاني يوم الكثافة بتقل شوية، وثالث يوم وخصوصا في النص الثاني في ثالث يوم بتبقى الكثافة بترجع عالية ثانية. المرة دي يعني المصريين ضربوا أرقام قياسية كتيرة، يعني ضربوا رقم قياسي في انه حتى اليوم الثاني برضه زادت فيه كثافه غير متوقعه، انا بقول فاق توقعاتنا احنا في غرفه العمليات في الحزب. والحقيقه احنا بنتابع الصحف والاعلام الاجنبي منذ الساعات الاولى للتصويت. الحقيقه كنا فخورين جدا لما احد القنوات والصحف الاجنبيه بتشيد بالحشود المصريه وبتقول انه حشود غير مسبوقه. صحيح. على الرغم من الازمات الاقتصاديه. صحيح. يعني ده بيدي مردود جيد جدا. في تقرير هام يعني يا دكتور عصام للهيئه العامه للاستعلامات رصدت فيه زي ما قال يعني اقوال الصحف في العالميه، يعني عندما رصدت الانتخابات في الداخل المصري وقالت ان نسب الاقبال على هذه الانتخابات على صناديق الاقتراع هي نسب كبيره وكثيفه جدا. وبالاضافه الى النسبه حضرتك، يعني احنا كمان ارجع اقول لحضرتك انه الشهادات دي جايه من ايه؟ من الصحف زي مثلا سي ان ان، بلومبرج، ليموند الفرنسيه، لوفيجارو الفرنسيه، حتى دوتش فيلا الالمانيه اللي معروف بموقفها من مصر، برضو نفس المانشيتات ونفس الكلام انه حشود كبيرة جدا في صناديق الاقتراع. طب خليني يعني دي ظاهرة يا دكتور عصام، واحنا سواء احنا في الداخل هنا يعني رصدناها يعني كاميراتنا المنتشرة في كل مكان في المحافظات، او الهيئة العامة للاستعلامات، وايضا كل المتابعين والمراقبين الدوليين. السؤال هنا يعني ممكن نسأل ليه هذه الحشود؟ لماذا هذه الكثافة تحديدا في هذا المعترك الانتخابي؟ خليني اقول لحضرتك شقين. احنا رصدنا حاجتين، الكثافه والتنوع اللي موجود، وده غير مسبوق مقارنه بانتخابات 2018 و2012 و14 كمان. التنوع انه في الساعات الاولى دايما كان بيبقى كبار السن هم المتصدرين المشهد. في هذه الانتخابات لا، في كبار السن، في الشباب، في المراه، في كمان ذو القدرات الخاصه لما اخذوا من امتيازات. الحقيقه في جزئيتين عاملين رئيسيين ادوا الى هذه الكثافه وهذا التنوع على بعض. الجزء الاولاني احداث 7 اكتوبر، ما حدث في
في قطاع غزة أعطى أهمية للأمن والأمان عند المصريين على أولى أولوياته، وحسب أهمية النزول على الصندوق للدفاع عن الوطن قبل ما يكون تصويت في انتخابات رئاسية. ده احنا رصدناه من الشارع المصري من التحول الفظيع بهذا الموضوع. الجزء الثاني واقصد به التنوع، لما حضرتك بنشوف الشباب، لانه على مدار التسع سنوات اللي فاتت الشباب اخذ كثيرا الحياه من استحقاقاته التي اهملت في عصور سابقه. زي ما بقول حضرتك على غرار مؤتمرات الشباب، الشباب البرنامج الرئاسي، تنسيق شباب الاحزاب، الاكاديميه، تمكينهم كنواب محافظين، ابتدوا يندرجوا داخل العمل السياسي. ده كان برضو احد الاسباب، برضو ذو الاعاقه ما اخذوه من حقهم اللي كان مهدر قبل كده ادعى الى النزول. في الريف كان في اقبال شديد جدا غير مسبوق برضو لو احنا قارنا ب 18 نتيجه. وكمان يا دكتور عصام برضو من احد يعني الظواهر التي تم رصدها الصناديق الاقتراع الموجوده في المحافظات الحدوديه، المحافظات الحدودية، تحدث عن سيناء، عن السلوم، مرسى مطروح، عن أسوان والأقصر، يعني إقبال كثيف متنوع جغرافيا وفئويا مثل ما ذكرتم. يعني هو ده برضو حضرتك هو برضو مردود لسياسة التسع سنوات الماضية. احنا عندنا اهلنا في مرسى مطروح لما بنتكلم معاهم هم بيتكلموا على ما حدث معهم التطور، وجود مدينة العالمين جنبهم ازاي انها اضفت عليهم بتطور واعطتهم فرص كثيرة للعمل، الموجود تحديث ميناء السلوم، كل ده ادى لأهلنا في السلوم الحافز الى النزول. ايضا في التطور اللي حدث في سيناء، وفي سيناء بالضبط التنمية اللي حصلت، وانا في احد الزيارات للعريش وكان هناك الحقيقه الموضوع بالنسبه لهم كم اشاده اشادوها بالتطوير في ظل كل الارهاب اللي كان موجود والقضاء على الارهاب. تحديدا في النقطه دي انا دكتور عصام، يعني عذرا على المقاطعه، كان بالامس كان هناك تسليط اعلامي على صندوق الاقتراع او اللجنه الموجوده في بئر العبد، وكان يعني هناك من المراقبين الدوليين الذين زاروا هذه اللجنة الانتخابية، وتحديدا كان لها مدلول، لجنة انتخابية موجودة في هذه المنطقة تحديدا. يعني بالتأكيد، لأن حتى احنا ما ننساش المأساة لعمل الإرهاب الخسيس اللي كان موجود صحيح في بئر العبد اللي راح ضحيته الكثير من الشهداء. طبعا كل دي نقدر نقول ان كل دي العوامل مجتمعة أعطت هذا المشهد الجميل الموجود اللي شفناه امبارح وشفناه النهارده، وان شاء الله هيكون بكره الاحتفال والنهايه الجميله لهذا الحدث العظيم في تاريخ مصر، اللي انا متاكد ان النزول بكثافه كمان بكره هيكون مردوده عليه على مصر وعلى المواطن المصري عظيم جدا. نعم، لانه الارهاب الاقتصادي اللي كان بيتعمل مع مصر على مدار السنوات الماضيه بالتحديد في الاشهر الاخيره من هذا العام، الارهاب الاقتصادي انا اطلق عليه ارهاب اقتصادي، لان الارهاب بياخد وسائل متنوعه، ارهاب فكري، ارهاب سلاح، وارهاب عسكري، ثم الارهاب الاقتصادي، وده نوع جديد من انواع الارهاب اللي موجود، ان انا بضع الدوله المستهدفة تحت ضغط اقتصادي بكل الوسائل، يمكن ما بتبقاش معلنة لينا احنا كمواطنين، لكن بتبقى ضغوط اقتصادية فظيعة، والهدف منها كان ان المشهد ده ما يتمش. الشعب المصري زي ما عمل في 30 يونيو وكان الهدف هو تدمير مصر بالارهاب الفكري والارهاب العسكري والشعب المصري وقف ضده، النهاردة الشعب المصري بيكرر نفس الملحمة ضد الارهاب الاقتصادي اللي كان والمؤامره اللي كانت معموله عليه، لانه كمان نزوله بكثافه بيدي العالم رساله ان احنا شعب متقدم، شعب حضاري، شعب عارف حقوقه وواجباته، ويقف خلف الرئيس القادم بكل قوه، بتدي الرئيس القادم قوه غير عاديه، لانه بقى جاي بزخم شعبي، فبالتالي هتدي مردود اريح كثير جدا حتى في الناحيه الاقتصاديه. نعم. دكتور عصام، بالحديث عن الرئيس القادم يعني بالتأكيد في هناك العديد من الملفات
الطارئة العاجلة التي يعني المواطن المصري في حاجة في انتظار لأن يتم مناقشة ومواجهة هذه المشكلات بشكل عاجل. أبرز الملفات ستكون أمام الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية. الأمن القومي المصري والحدود كيف يستطيع أن يتعامل مع الأساليب المحكمة ضد مصر لقبول الأمر الواقع في موضوع تصفية القضية الفلسطينية. ده يبقى أولى أولويات الرئيس القادم. الجزء الثاني من أولى أولوياته كيف، وهو يعني في هذه النقطة تحديدا يعني دكتور عصام تم التأكيد مرارا أن هذا يعتبر من الخطوط الحمراء المصرية. هذا صحيح، ولكن سيحتاج إلى تكملة هذا التأكيد. نعم. وإلى تكملة هذا الموقف. ويعني هذا يتطلب الرئيس القادم، أنا مش عايز يعني أتكلم أكثر عشان موضوع مفهوم يا دكتور عصام، فأنا هسكت أكتفي بده. أرجع تاني، الملف التاني هو تكملة ما بدأناه من بنية تحتية وإعادة وضع الأسس لدولة عظيمة اقتصاديا مستقبلا بتكملة ما بدأناه، لأنه لا يمكن أبدا أن احنا نهمل ما حدث، وأن الشعب المصري بذل كثيرا وتعب كثير على مدار التسع سنوات الماضية لهذا التأسيس، وآن الأوان أنه هيجني هذا، وأنا متأكد من ده ومسؤول عن كلام بقوله في خلال السنوات القادمة، وإن شاء الله هيبان مردوده قريب جدا في الشهور القليلة من بداية عام 2024. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أتمنى ذلك يعني دكتور عصام. لا أنا بقول لحضرتك طبعا إن شاء الله، لكن أنا بقولك ده مبني على تحاليل اقتصادية وسياسية. يعني أنا برضو في النقطة دي أنا كنت اتكلمت مع أحد المواطنين يعني وهو حد بسيط، وسألته على المشاركة في العملية الانتخابية، قال لي حاجة بسيطة جدا وحاجة يعني هي في غاية البساطة وفي غاية العمق. قال لي إحنا مش بنبص تحت رجلينا، إحنا بنبص لقدام. يعني كان في يعني في هذه الجملة الكثير من العمق يعني دكتور عصام. الناس مش بتبص على المشكلات الآنية، الناس بتبص وشايفة إيه اللي بيحصل. ممكن إحنا عايشين مثلا في ظل بعض من الصعوبات الاقتصادية، والخارج والمعترك الخارجي يلقي بظلاله على الداخل، ده مفهوم ومتفهم، إلا أننا يعني نحن نراهن على وعي الشعب المصري. بالضبط، هذا صحيح حضرتك. وعلى فكرة احنا برضو لما بننزل وبنلتحم مع المواطنين بناخد منهم أمثلة وبناخد منهم دروس وبنتعلم منهم كتير. فالمقولة اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي شيء رائع وبيؤكد الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار.